في ذكرى الثورة المباركة الحادية عشر يجتمع السوريون الأحرار في ساحات الحرية ليعبروا عن آلامهم وآمالهم، آلامهم التي يعانوها أمام النظام المجرم ومن دعموه طيلة 11 عاما، وعن آمالهم في إقامة سوريا الجديدة، سوريا المستقبل، سوريا العدالة والكرامة والحرية التي تعز السوريين جميعا وترفع من مكانتهم وتعيد لسوريا ألقها قبل أن تسيطر عليه هذه العصابة المجرمة. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نستطيع الوصول إلى ذلك ونحققه لجميع السوريين. السلام عليكم ورحمة الله. شريف الحلبي ناشط إعلامي. طبعا اليوم حضرنا مظاهرة في مدينة الباب. طبعا أسباب مظاهرة هي لحتى نذكر النظام أنه إحنا بإذن الله مستمرين بعد 11 سنة من هاي الثورة. طبعا هاي الثورة بإذن الله راح تستمر مدام في شباب وسوار عم تطلع كل يوم جمعة أو بالأيام العادية عم طالب بإسقاط النظام. طبعا اليوم هاي ذكرى حلوة بالنسبة لنا، الذكرى الحلوة اللي هي عم بتعبر عن فرحتنا إن شاء الله لبعدين بسقوط هذا النظام ويرجع كل مهجر لبيته. ابن حسن عمينا يصيح صيحاته مع ابن بنياس، مع ابن بنياس ومت رسول الله وايد الحاضرين وايد الحاضرين وايد الاحرار وايد الشرفاء بيض الله بيض الله الشرفاء هز كفك هز وهز هز كفك هز وهز كفك هز وهز هز كفك هز